تكون اللي ما كيدوش من فترات صعيبه في حياته، في اي واحد كيدوز من فتره صعيبه ما خلينا نوقف فيها. هذا الفيديو درته خصيصا لك، بغيتك تسمعه بقلبك. اول حاجه بغيت نهنئك انك انسان طيب القلب، في قلبك خير لا يعلمه الا الله، حيث اختياره لك انت بالخصوص ما هو الا ابتلاء لك، وما ابتلاك انت بالضبط الا لانه يحبك. اذا احب الله عبدا ابتلاه. باش ناكد لك صحه كلامي، فكر في اخبث واحقر انسان في محيطك، غتلقى عنده كاع داكشي اللي انت محتاجه، ويمكن تلقى عايش الحياه وفرحان وكيملك اللي بغى. هذا هما اللي قال فيهم الله لنفتنهم فيه، هذيك فتنه فتنهم الله بها. اما ابتلاءك انت محبة، الا كان ابتلاك اذى من الناس ولا اكتشفت خيانات ولا اذى اقرب الناس لك، فرهم الاقوال المأثورة انه اذا احب الله عبدا كشف له حقيقة الناس حوله. الا كان ابتلاءك مرض ولا ضعف، ان الله يبتلي عبده المؤمن بالسقم حتى يكفر عنه كل ذنب. ويكفيك فخرا ان اكثر الناس بلاء هم الانبياء والرسل ثم الامثال فالامثل. يكفي تستشعر انه اختارك انت بوحدك وسط اهلك ومعارفك وابتلاك، وهو الغني عنك رب السماوات والارض، احبك انت غيهون عليك اللي انت فيه ولو يكون مصيبة. يكفيك تستشعر انه كينقيك من كل خطأ فيك باش تلقاه متنقي كأنك يلاه تولدتي وتسمع منه عز وجل ودخلوا الجنة مع الداخلين. غير صبر، والله حتى يجبر الله خاطرك جبر ينسي كل حاجة خايبة دزتي منه، حيت انت انسان طيب وربي ما كيخذلش الناس اللي قلبها طيب بحالك. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، احيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني اذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم اني اسألك خشيتك في الغيب والشهادة، واسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، واسألك القصد في الفقر والغنى، واسألك نعيما لا ينفد، واسألك قرة عين لا تنقطع.